أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعين الكرام اليوم إحنا راح نحكي عن توقعات شهر واحد في 2020 راح نبدأ بحركة الكواكب ونعرف الكواكب هاي وين موجودة وبدنا نحكي عن الزوايا الخطرة خلال هذا الشهر راح نحكي عن التوقعات اللي هي أول 20 يوم وبعدين انتقال الشمس في العشرين يوم الثانيات يعني هسه الشمس موجودة بالجدي وبعدين راح تنتقل للدلو فراح نحكي عن المرحلتين هذولا ايش اللي راح يتأثر منها البرج الشمس في الجدي من يوم اثنين وعشرين اتناش الفين عشر لغاية عشرين واحد عطارد في برج الجدي لغاية مساء يوم ستاش وبعدها بنتقل للدلو الزهرة في الدلو وبينتقل مساء يوم 13 للحوت المريخ في العقرب وبينتقل ظهر يوم 3/1 بعدها للقوس المشتري في الجدي وزحل في الجدي اورانوس ما زال بيتراجع في عملية تراجع في برج الثور لغاية فجر يوم 11/1 نبتون في برج الحوت وبلوتو في برج الجدي بالنسبة للزوايا الخطرة أو المؤثرة خلال هذا الشهر اللي بتبلش طبعا قبل بثلاث أيام من تكوينها وفي زوايا راح تتأثر قبل تقريبا بأسبوعين أو ثلاثة يعني آثارها بلشت تبين وفي أشياء بلشت آثارها تبين من خلال نهاية شهر 12 أو منتصف شهر 12 الزوايا هاي عنا يوم 12 واحد يقترن عطارد مع زحل مع بلوتو وكوكب زحل راح يقترن برضو مع كوكب بلوتو يوم 13 واحد راح تقترن الشمس مع بلوتو ومع زحل يوم 23 تربيع الشمس مع أورانوس يوم 28 تربيع المريخ مع نبتون طبعا احنا حكينا الشمس إلها بالقيادات وإلها بالجيش إلها بالحكومات بأصحاب القرار اورانوس له علاقه بالانقلابات له علاقه بالثورات له علاقه بالاغتيالات له علاقه بالاشياء المفاجئه بلوتو الكوكب اللي يقلب كل شيء راس على عقب في لحظه زحل المعلم الصارم المريخ اللي راح يكون موجود طبعا في برج ناري وهو تكوين النار إله بالحروب وإله بال بالنار وإله بال بالأشياء اللي مش سهلة طبعا تكوين الكواكب هاي بما أنه أغلبها راح تكون موجودة بالجدي والجدي معروف عنه هو بداية موسم الشتاء فراح تكون التأثيرات يعني والله أعلم إلها علاقة بالطبيعة نشوف الطبيعة إيش راح تعمل في خلال الفترة هاي ممكن أمطار ممكن ثلوج ممكن أعاصير بس اعاصير ما مش بتخوف يعني اعاصير انها بدها تشيل بلاد يعني ممكن اشي له علاقة بالنار بما انه المريخ اه بلوتو اورانوس والمريخ برضو لهم بالقيادات العسكرية يعني بدنا نشوف احنا خلال فترة اخر عشر ايام من الشهر هذا ايش الاثار اللي ممكن تصير او الاحداث اللي ممكن تصير وبعديها بنشرحها احنا وبنشوف ايش الاشياء اللي صارت ما بدي اعلق على اي شيء ما بدي اتنبا باي شيء وما بدي اتوقع باي شيء خلي الامور ماشي على تسهيل المولى بالنسبة لإلكو مواليد الجدي كل عام وإنتو بخير هيك الشمس صارت تنتقل كل يوم في بيت شخص منكم وبيجي عيد ميلاد كل شخص منكم وهذا بدل على انه كل الضغوطات اللي انتم ضغطوها بالفترات السابقة هاي بتبلش تتلاشى تدريجيا من أول يوم عيد ميلاد لإلكو لأنه هذا بداية السنة الفلكية بالنسبة لإلكو يعني بمعنى آخر بتبدأ هاي الفترة صحيا ونفسيا أفضل وبتزداد ثقتكم بأنفسكم تستعيد عافيتك بسرعة وبتصير نظرتك للحياة متفائلة وإيجابية بيدعمك الحظ بقوه لدرجه انك بتعوض عن اي تاخير او تراجع او خساره صارت معك في خلال الاشهر الماضيه تنحل كثير من المسائل المتعطله او العالقه وخاصه على الصعيد المهني او العاطفي او الاجتماعي او الصحي تقدر تحل الامور بوضوح اكثر راح تهتم بمظهرك الخارجي حتى الحياه العاطفيه بتبدو في حال افضل اكثر استقرار في كثير من الاخبار اللي راح تفرحك وفي أش أشخاص جدد رح يدخلوا حياتك ممكن تفكر بالسفر أو تستقدم حدا لعندك يعني تدعو حدا يعني عندك مخططات مختلفة المهم هذا الشهر ممكن يكون بمثابة مفترق طرق بالنسبة لك أو عتبة جديدة من المستحسن التعامل معها بنضوج وموضعية أما بعد عشرين الشهر بصير الاهتمام أكثر في الأمور المالية يعني كيف تحصل على المال؟ كيف تسكر التزاماتك؟ كيف تجدول فواتيرك؟ كيف تحل هاي المسائل؟ بيجيك فلوس ولكن بتزيد النفقات معها. على المستوى النفسي والشخصي بتزيد حيويتك وبتقوى وظيفة يعني وبتقوي وظيفة جهازك الهضمي وبتمنحك شخصية متألقة ومتفائلة عفوية وطموحة. يعني طبيعتك بتكون شوي ممتازة ولكن بدك تنتبه إنه إنت بدك تكون في لحظات عصبي ومتسلط بالفترة هاي بتزيد حاجتك لتقدير الآخرين تمنحك الثقة بالنفس وبتسهل علاقاتك تقدر إنك إنت تنجز بعض أعمالك المهمة ممكن تجد سهولة أكثر من الأشهر الماضية في حلها ودراستها وإيجاد حلولها على مستوى الدراسة برضو الوضع إن شاء الله بكون بشكل ممتاز يعني شوي رح يكون عندك نوع من أنواع الإرهاق أو الإجهاد بسبب عصبيتك أهم إشي أنك تسيطر على سرعة انفعالاتك عليك تجنب اتخاذ أي قرار مهم إلا بعد الدراسة والتروي وبدك تنتبه في بعض اللحظات ممكن تفقد السيطرة على نفسك لدرجة أنه يخرج عنك ألفاظ ممكن تكون شوي عنيفة أو تكون فضة اه تزعل الناس منك بالنسبة للفكر والدراسة والأسفار هذا بعطيك بشكل ممتاز لأنه نبتون راح يدعمك بالفترة هاي بعطيك شوية حظوظ خصوصا أنه هم ما بتراجع حاول أنك أنت تستغلها ولكن بدك تنتبه بما أنه زحل وبلوتو والشمس والدنيا كلها تقريبا جمعت عندك في الجدي فاللي عندهم امتحانات بدهم ما يركنوا على الامتحانات هاي أو على قدراتهم الشخصية أو على الحدود غز عفواً ما يركنوا على الحدود بدهم يتعبوا شوي على أساس أنهم يحققوا النتائج اللي هم بدهم إياها بالنسبة للمال والعمل هاي فترة مناسبة على المستوى المالي والحصول على وضعية مريحة ولكن مش زي الشهر القادم يعني لسه الشهر القادم أحسن وأحسن وراح تسمع أخبار سارة بخصوص عملك وممكن تجيك أرباح سريعة أنت مش متوقعها لأنها هاي فترة مناسبة للمعاملات التجارية بالنسبة للعلاقات الاجتماعية والعاطفية يعني بيزيد تأثيرك على أصدقائك بالفترة الحالية وبتثبت جدارتك وبكون لك مكان بينهم أما الأمور العاطفية فطبعا راح نحكي عنها من تأثيرات الكواكب بالنسبة لتأثيرات الكواكب بدكم تديروا بالكم بما انه المريخ موجود في بيت متاعبكم بدكم تحذروا من تآمر من وراء الكواليس او حدا بكيد لكم شيء مصيبة ان شاء الله انه يكون كلام هذا وما تروحوا على اماكن انتم بتجهلوها وما تترددوا على اشياء على اماكن انتم ما بتعرفوا حدا فيها او اذا رحتوا بدكم تكونوا منتبهين وحذرين المشتري بيعطيكم فرص لتحقيق انجاز ما كان من السهل تحقيقه من قبل. بالنسبة لزحل تجدوا الحياة صارت أصعب مما كانت، وبتحملكوا مزيد من المسؤولية. أما بالنسبة لأورانوس، علاقات عاطفية مفاجئة لم تخطر على بالكم، ممكن تيجي بشكل مش متوقع. وبرضه بوعد بعض النسوة ممكن إنه اللي من مواليد الجدي انه يصير عندها حمل بطريقة مفاجئة او انه تجد حل سريع جدا لعلاجها بلوتو بيعمل تغيير جذري في مجال حياتك ممكن يقلبها رأس على عقب لاجل انه انت تبدأ حياة جديدة خصوصا يا في مجال العمل يا في العلاقات الاجتماعية يا في العلاقات العاطفية واحدة من هذول وممكن ولا واحدة من هذول نبتون يعني إذا عندك دراسة أو عندك امتحان ما بعطيك المجال أنك أنت ما شاء الله الحظ يكون حليفك فيها وبدون دراسة أنك تنجح لا نبتون شوي بقول لك أنه ركز على دراستك وما تعتمدش على الحظ واللي بيرغب في شراء سيارة يشدد على فحصها والتأكد من أوراقها هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا الشهر في النهاية هاي توقعات ما في جزم على انه كلها راح تصير او نصها راح يصير او اي شيء منها يصير بتمنى انه كل الايجابيات تصير السلبيات ما تصير في النهايه الله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك سلام